شفنا والزمن غير الزمن فيه النفوس الغاوية ما تكترث بذنوبها دايم تصر بذنبها في سر ولا في علن مغتره بدنيا الفن اللي ما صفى مشروبها ولو فيه شخص يعتبر والما حصل حوله خطا ما كان غرتنا الحياة بسلوبها زلزال في شرق آسيا شفت كيف دمر له مدن كانت فاخر في مبانيها ووسع دروبها لو في شخص يعتبر والما حصل حوله فطن ما كان غرتها الحياة لن خدع بسلوبها زلزال في شرق آسيا شفت كيف دمر له مدن كانت فاخر في مبانيها ووسع دروبها كانت مدن مستغناها تعيش في سلم وأمن واليوم ما تحصى خسائرها وعدد منكوبها جاها بغفلة واصبحت أرض لساكنها كفن واستبدلت عقب الدمار الثوب ما هو ثوبها يا رب جنبنا الفتن يا رب جنبنا المحن يا رب جنبنا الفتن يا رب جنبنا المحن الشجر والناس يدفنها دفن وبظرف ساعة ضاع طالبها على مطلوبها ومن قوة الزلزال موج البحر ثار لا سكن غطى السواحل وارتفع له متنها وجنوبها حاف المباني والشجر والناس يدفنها دفن وبظرف ساعة ضاع طالبها على مطلوبها قوة قوي ما يكون إلا الذي بمره يكون رب العباد الواحد اللي عالم بغيوبها قلها ارفع كفوف الضراعة والتجيبه واستعن واسأله يوم الشمس ما يا رب جنبنا المحن يا رب جنبنا الفتن يا رب جنبنا المحن يا رب يا رب جنبنا السلاسل والكوارث والمحن واحفظ بلدنا والبلاد المسلمة وشعوبها وارحم ضعوف ما لهم قدرة وعذنا من الفتن واغفر خطايا